Hi, princess. Zeke and Lara. Hello, guys. اليوم جبنا لكم لفيديو جديد. راح البس ديزني كوستومز. انا عندي كثير كوستومز وعبينا ان نصورهم فيديو. طيب شو عندك اشياء يا لارا؟ بدنا نبدا في الالسا. شو حابه تبلشي؟ شوفوا بالالسا شو بتتوقعوا لارا رح تختار؟ في عندها هذا الاخضر وفي عندها هذا دريس سنو وايت وهاي لمين؟ ميرميد. كثير حلوة هاي كثير. شو كمان عندنا؟ عندنا انا هذا إلسا الكيب. يس هذا تبع إلسا وهذا إلسا دريس. بس قبل لما اروح البس لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب لقناتنا وعملوا لايك على السبسكرايب بتن في الإلسا. يلا نبدأ بأول كاستيوم لليوم. لارا حابة تبلش بفستان إلسا. لا لارا صارت جاهزة بس خلونا نعمل شعراتها بسرعة. صح يا لارا؟ يلا بس بدي اعملها جدولة هيك سريعة عشان نلحق نصور كل اللوكات الثانية. احنا عملنا الجدولة وخلصنا منها. رح احط شوي هاي البابيونة عشان يكون الشكل احلى. وهلأ رح نورجيكم الشكل النهائي للارا. جاهزين؟ لا بدي البس اللاين ايمين لكوندرا. شو كمان معاكي لعبة؟ ورجينا. بتكون إلسا. أشوف هاي إلسا ولا أنا؟ This is أنا لابسة فستان إلسا. والله. شو حال بشعرها يا لارا؟ خلاص. يا اللوك الثاني. اكتبوا لنا بالتعليقات شو بتتوقعوا اللوك الثاني رح يكون. يمكن هنا لا مش انا ممكن سنو وايت ممكن او هاي البنت اللي لابسه اخضر. يلا خلونا نروح نذهب ونرجع. يس يلا نمبر 2 يا سلام. شو هذا اللوك يا لارا؟ سنو وايت ما تنسين قبل ما هلا رح نجرب اللوك الثالث. يلا جاهزين للوك نمبر 3؟ جاهزين يا لارا. واو هاي اريال. اي واحد حابه تطلعي فيه انتي خليها لما تلبس اخر فستان رح نشوف اي فستان رح تنزل فيه وتقضي يوم كامل فيه. شو بتختار سنو وايت او تنكربيل او إلسا او إلسا او انتي شو مارسه؟ اريال. يلا get ready with us. جاهزين للوك الاخير؟ جاهزين. الله يا لارا هذا اكثر واحد حبيته انا الصراحة. لا انا حبيت الاريال. اريال انت الفيفورت عندك؟ كثير هذا حلو. انتو شو وقعتوا رح يكون؟
هلا بدنا نروح الدكانة مع ماما. أول إشي بدنا نروح نجيب زيت. هلا جاء. هلا كمان شوي بيجي من الباص بدنا ننزل على الدكانة. ننزل مع ماما أنا. صح. بروح العب في سكوتر في بنس يلا يلا تعالي نمشي برا شوي. يلا حبيبتي. يا سلام يا لارا. رحنا نجيب زيت من المدرسة. هاي برنسس. زي ما بدكم. اوكي. يلا. طب وانا جيبوا لي كمان. برنسس. جيبي لي بوزة. جوانتا. زيد بحب جوانتا. يلا وانا. طيب وجيبي كمان وحدة لبابا. يلا شو بدك تاخذي كمان؟ ايس كريم وعصير. بدك عصير؟ يلا خذي. شو على بالك؟ عصير ثاني. هذا الرازبري. بدك الرازبري؟ استنى شوي. بدك هاد؟ يلا اوكي. شو لارا؟ ويتش ون ذس؟ جبلها اعطيها الرازبري يلا. خلاص. هذا كبير. يلا. هذا العين. ايوه. يلا البرنسس رايحة على البيت. هاتي هاتي انا امسكه احسن. يلا. يلا نرجع على البيت. ماما I enjoy at the park. يلا تراي. وين زيدو؟ هلا بيجي. عجبكم الفيديو لا تنسوا تعملوا لايك وشير سبسكرايب لصفحتنا، بس لا تنسوا تكبسوا على اللايك بتن. هو ما بتكبسوا والله بيجي من بيتكم بعدين بكبسها. باي.